طابت اوقاتكم اعزائي المشاهدين في سابقة بدت غريبة للحكومة العراقية اتهم برلماني أوروبي بارز يشغل منصب مسؤول البعثة بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق السيد ستروان ستيفنسون بأن حكومة الرئيس رئيس الوزراء نوري المالكي تقتاد العراقيين نحو الاعدام كالخرفان او كالاغنام، كما انه وصف ما يجري من حرب ضد مناطق معينه في العراق وخاصه في منطقه الانبار بانها حرب اباده طائفيه. هذه التوصيفات بدت غريبه على خلفيه التحالف الاوروبي الامريكي مع حكومه السيد نوري المالكي. معنا الآن من مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ السيد ستروان ستيفنسون رئيس بعثة البرلمان الأوروبي في العراق مرحبا بكم السيد ستيفنسون كانت أوصافكم غاية في العنف والقوة حتى أنها أذهلت أعداء العراق وأصدقاء العراق وأذهلت العراقيين أنفسهم من أين لكم هذا التوصيف العنيف لما يجري في العراق على ماذا استندتم أنا رئيس اللجنة الأوروبية فيما يتعلق بالعراق وكنت في عملي منذ خمس سنوات ويعني ذلك أنني سافرت إلى العراق العديد من المرات آخرها كانت في نهاية العام الماضي أجريت العديد من الاجتماعات مع مسؤولين عراقيين على المستوى ومع البرزاني والعديد من أعضاء البرلمان في العراق وكذلك التقيت مع قادة من قادة المتظاهرات التي جرت في الأنبار مؤخراً والرماده الرمادي والفلوجه والتقيت كثيرا منهم وكذلك من قاده الدينيين من السنه والمسيحيين والشيعه وسمعت الحقيقه على ارض الواقع حول ما يجري في العراق ان ذلك مدهش ومرعب الولايات المتحدة والأمم المتحدة وأوروبا أعطت ثقتها ودعمها للمالكي وكنا نريد رؤية إعادة الديمقراطية والحقوق الإنسان وحقوق المرأة وكل هذه الأمور في العراق وفي حقيقة الأمر ما حققناه هنا لم نحقق شيئاً لم نرى العراق إلا حرباً أهل... وهو يعيش حرباً أهلية ورأينا نوري المالكي يستخدم قوته العسكرية بطريقة تشبه الإبادة الجماعية لإبادة السنة العراقيين في الأنبار بدعوى بأن هذه حرب ضد الإرهاب قال أن مدن الرمادي والفلوجة دخلتها القاعده وسيطرت عليها من قبل داعش ايضا وهو السبب الذي يحارب في هذه المدن ضد الارهاب يعني سيد ستيفنسن لو تسمح لي لو تسمح لي سيد ستيفنسن يعني التقينا اجرينا حديثا مع متحدث رسمي باسم وزاره العدل هو نفى نفيا قاطعا ان تكون هذه الصوره التي رسمتها حقيقيه وقال ان سجون وزاره العدل مفتوحه امام اي لجنه دوليه للتفتيش السؤال الان هل التقيتم بالجانب الرسمي تحدثتم الآن التقيتم مع المحتجين ومع الفئات التي تخاصم حكومة السيد نوري المالكي هل التقيتم مع المسؤولين في الحكومة من أجل أن تأخذوا صورة متكاملة عن الوضع؟ التقيت مع الجبوري الذي يترأس لجنة حقوق الإنسان في, في مجلس التشريع في بغداد. والتقيت اناسا رفيع المستوى في خلال اسبوعين وهم من اعلى المستويات قاده سياسيون من كافه اماكن العراق بمن فيهم اياد علاوي رئيس الوزراء العراقي السابق وأستطيع أن أؤكد لكم أنه من خلال اتصالاتي اليومية مع ساسة من أعلى المستويات في البلد لا استطيع ان اجلس ومجرد اراقب ما يجري يستخدمون الاسلحه لقتل النساء والاطفال في الانبار لا استطيع ان اقف جانبا واتفرج على النظام العدلي ياخذ الناس عشرات وعشرين في كل مره ويخفونهم بعد ان يثرون على التلفاز وهناك يجري تعذيبهم ويعترفون تحت التعذيب ومن ثم يجري اعدامهم هذا الامر ليس مقبولا للاتحاد الاوروبي نعم، يعني تقولون ان هذا ليس امرا مقبولا للاتحاد الاوروبي، اذا لماذا لا يتخذ الاتحاد الاوروبي اجراءات؟ انتم ممثلون عن هذا الاتحاد واصدرتم اكثر من تقرير وخاصه في الاونه الاخيره حذرتم او يعني انذرتم المجتمع الدولي بان ما تعتبرونه حرب اباده تجري في العراق وان عمليات الاعدامات هي عشوائيه وغير مدروسه ولا تخضع للقوانين المرعيه. لماذا لا يتخذ الاتحاد الاوروبي في هذه الحاله خطوات عمليه باتجاه حكومه السيد نوري المالكي؟ الاتحاد الأوروبي سلاحه الأساس هو الاقتصاد، ليس لدينا جيش أوروبي لا نستطيع التدخل في الصراعات المسلحة، سلاحنا الأساس هو الاقتصاد لدينا البلايين ومليارات من الدولارات ومن دفع ضرائب من الاتحاد الأوروبي ومواطنيه دفعناها لبناء العراق وإعادة بناء العراق ولكن في المرة الأخيرة التي زرت فيها العراق كان في بغداد هناك فقط أربع ساعات من الكهرباء في اليوم والعديد من المواطنين لا يستطيعون الحصول على مياه عذبة نظيفة والمنظومات الحياتية محطمة كلها نعم خلال فترة الامريكيه تمكن من القطاع الصناعي النفطي هناك البلايين من الدولارات مليارات من الدولارات تأتي من النفط كل سنة إلى أين تذهب هذه الأموال هناك الفساد مستشر هو العراق أسوأ البلدان من حيث الفساد في العالم أجمع والأموال تسرق من الشعب العراقي والآن نرى هذه الدورة العنف ضد السنة حيث يتم استهدافهم ويتهمونهم بأنهم يعني إرهابيون هذا لا يمكن أن يستمر الغرب يجب أن يستيقظ يجب أن نرى نعم في 30 أن سيد ستيفنسون يعني هذه الاتهامات نقلناها إلى الجانب الرسمي العراقي ودحضوها جملة وتفصيلا وقالوا ان هنالك ايضا معتقلين وقسم منهم محكومين بالاعدام وقد نفذت احكام الاعدام بعدد من مواطنين العراق الذين ينتمون للطائفه الاخرى غير هذه الطائفه التي تقول انها تتعرض الى اباده طائفيه يعني هنالك ايضا منهم من مجموعه او من احزاب سياسيه قريبه او مشابهه لحزب السيد نور المالكي يتعرضون الى نفس الاجراءات لن ابدا باتخاذ الجوانب في هذا الحديث ولن ادعم الشيعه ولن ادعم السنه او المسيحيين كل ما اريد رؤيته هو الديمقراطيه في العراق والحريه اريد ان ارى حقوق الانسان وأن يعني يتم احترام حقوق الإنسان وحقوق المرأة. لا أرى أي من الدلائل على حدوث ذلك في العراق في الوقت الحالي. أرى نوري المالكي يقود يقودها حكومة غير متعددة متطرفة ويستجلب الشيعة من إيران وإيران تزيد نفوذها في العراق وأعتقد بأن ذلك وضع خطير للغاية سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في كامل للشرق الاوسط نعم يعني بالعوده الى الاتحاد الاوروبي، قلتم ان ليس لدى الاتحاد الاوروبي قوى عسكريه قادره او انها مستعده للذهاب من اجل معاقبه ما تعتبرونه جرائم ترتكب بحق العراقيين على يد الحكومه القائمه، ولكن لا يمكن للاتحاد الاوروبي لديه ما يعرف بمحكمه حقوق الانسان وهي المحكمه الاوروبيه المعروفه التي تحيل شخصيات من العالم لارتكابهم جرائم ضد الانسانيه هل يمكن ان تقع هذه ما تصفونه من حرب اباده عرقيه او جرائم الى جانب الفساد تحت طائله هذه المحاكم الاوروبيه او المحكمه الاوروبيه لحقوق الانسان العديد من المسؤولين على المستوى من العسكر العراقيين الآن يجري اتهامهم بجرائم ضد الإنسانية من قبل محاكمة إسبانية المحكمة الإسبانية لديها القدرة على محاكمة الناس من خارج الاتحاد الأوروبي ولديهم الحق بإصدار اه اتهامات بمخالفة حقوق الإنسان وقاموا بذلك ضد عدد من المسؤولين العراقيين هناك العديد من الناس تم جلبهم ومثلوا أمام المحكمة في إسبانيا وفيما يتعلق بالنظام العدلي الأوروبي هناك في محكمة في لاهاي تستطيع بالطبع كذلك أن تحاكم الناس مثل نور المالكي للجرائم ضد الإنسانية في حال هناك ادله دامغه وصدقوني اننا نس... نتابع ذلك كل ذلك عن كثب نعم يعني التقرير الذي صدر مؤخرا وهو التقرير الرابع او الخامس على مدى السنوات الاخيره يضع العراق في قائمه الدول الاولى تحتل مرتبه متقدمه جدا من حيث الفساد وتهريب الاموال وشراء عقارات في اوروبا بمعنى ان أوروبا التي تدافع عن حقوق الإنسان وتتنطع للحديث عن ما تعتبره جرائم في نفس الوقت هي تساهم في هذه العملية بمعنى أنها تستضيف هذه الأموال المهربة تسمح لهؤلاء الذين يهربون الأموال من العراق وهم مرتبطون بالمؤسسة الحاكمة كما يقول التقرير الذي اطلعتم عليه بلا شك يشترون عقارات الآن في أفخم المناطق في العواصم الأوروبية، ألا هذا يشكل معياراً مزدوجاً؟